يقول إنه الولد حتى هو بطل أمه بيحس بكل شيء عم بيصير حواليه، فمشان الله إذا مو مشانك يعني مشان البيبي. ما تواخذيني أنا، بتقلي دينا دايماً إنه متى ما انفتحت طريقتي على الحكي ما بوقف، مو بس على الحكي وعلى الأكل كمان. إن شاء الله بكرة بس تقومي بالسلامة يعني جيبي لنا البيبي، بدي صير أنا لعبه دايماً، وبدي أشتري له كلب، وبدي أشتري له ألعاب كتير كتير كتير، وأنا المسؤول عنه بكل مشاويره وبكل روحاته وبكل جياته بإذن الله. يا رب تقومي بالسلامة يا رب. يا رب. لك ليش ما عم تردي يا دنيا؟ شو بيك طلال؟ شو في؟ لا ولا شيء، بس كنت عم دق لداليا وما عم ترد فانشغل بالي. أنا بالبيت؟ يمكن عم بتنايم سعيد. يمكن. كنت رح أقول لك تعال نشرب شيء بس شكلك ملبك. أي والله، لأنه بدي أجيب كم غرض داليا بصتني عليهم لسعيد، فهيك شلشت فيهم. طيب روح، أنا هيك عم كزدي فرح. أوكي، شوفك المساء. سوري. قاعدين يا جماعة، والله بكير. والله ونحن كمان، بس نحن لازم نمشي. وميرسي كتير كتير على الترويقة والقهوة. ايه ما بتنسى القهوة. ميرسي متر عادل، الله يخليك. حطلع جيب السيارة أنا. يلا. هذا فارس يمكن. تأخرت خيي. بعتذر تأخرت. فرح نامت فقلت خليني أتمشى على مهلي. جبت لها شرشف جديد؟ فارس ليه خليتها تنام هلأ؟ فارس مين هيدا؟ فارس مين هيدا؟ فارس فرح وين؟ فارس فرح وين؟ مين هيدا؟ فارس؟